هاي يا ستي، ليش جايبني لهون؟ ستي بصراحة بدي أسألك سؤال بس ما يروح فكرك لبعيد. اسأل. شو رأيك بجمانة؟ بنت ناس وعاقلة، أدب وذوق ولسان حلو. يعني عجبتك؟ لا، حكيت لك من البداية ما يروح فكرك لبعيد. شوف، إذا رايد هالبنت خدها من قاصرها وأنا بطلب لك إيدها من أهلها. لا مش لا، يعني ما وصلت الأمور لهالمرحلة، يعني لسه بكير شوي. يا ستي يا سالم، الناس زمان كانوا يتجوزوا على السمع. أنت قعدت مع البنت وحكيت معها طيب خلص، بلا ما تعرف ماما في الموضوع انسي. يه، ما تعرف؟ الزواج اسمه ونصيب يا ستي. هالبنت دخلت قلبي، سبحان الله، من أول ما شفتها ارتحت لها. انت بس انوي واترك الباقي علي.